مشاهدي الكرام متتابعين جريده نيشان الان اينما كنتم، احنا الان بمدينه العيون اللي غتعرف احتضان كاس افريقيا لكره اليد للنسخه الثانيه اللي غتكون في هذه المدينه، مدينه العزيز علينا كاملين، عاصمه المدن الجنوبيه. كما كتشوف الاشغال يعني مستمره من اجل يعني الاشتغال من اجل الاحتفال بالعرس الافريقي. يعني كما شفتوا هذه القاعه اللي غيكون فيها تكون فيها مباراه الافتتاح، يعني غيكون هذه البطوله يعني في ثلاث قاعات، ولكن هذه القاعه الرئيسيه يعني اللي غتحتضن يعني هذا العرس الكروي بمدينه العيون اللي غيعرف تمثيل ثلاث فرق من المملكه، وهو فريق وداد السمارة وفريق صقر أكادير وفريق اتحاد البيضاوي. يعني هاد الفرق بثلاثة غيم يعني اللي غتعرف مشاركة أعظم وأقوى الفرق الإفريقية، منها الأهلي المصري، الزمالك المصري، فريق من دولة نيجيريا، من السنغال، من مالي، من الكوديفوار، واللائحة طويلة. يعني الافتتاح غيكون يوم العاشر من هذا الشهر. كما كتشوفوا مشاهدي الكرام متابعين جريده نيشان الان، هذه هي القاعه اللي غتحتضن مباراه الافتتاح. يعني الاشغال مستمره كما شفتوا مشاهدي الكرام متابعين جريده نيشان الان. كنتمنوا الحضور لجميع الفرق اللي غتمثل المملكه المغربيه يعني في هذه التظاهره الافريقيه. لا فريق اللي غيمثل اكادير، ولا فريق اللي غيمثل الجنوب سمارة، ولا الفريق اللي غيمثل الدار البيضاء، وهما الفرق الثلاث غيمثلوا غيمثلونا في هذا التظاهر الافريقي. وكنتمنى التوفيق لاحد الفرق المغربيه لانها توج بهذا اللقب الغالي، رغم أننا كنعرفوا يعني فريق المصري هو فريق قوي.